أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من النيل مباشر، والتي نناقش فيها ما يلي: هجوم مسلح في أربيل يؤدي إلى مقتل نائب القنصل العام التركي واثنين من مساعديه. رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أغلو يدعو الرئيس التركي أردوغان للتخلي عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية ويدعوه للتصالح مع مصر. ومعنا أيضا: الجيش الوطني الليبي يعلن تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية، ويعلن انسحاب ميليشيا مصراتة من محاور القتال. فاصل قصير مشاهدينا، وبعد نستعرض هذه الملفات بالتفصيل. أهلا بكم من جديد. أولى ملفتنا من أربيل، حيث قتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي منذ قليل في حادث إطلاق نار في مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية التي قالت إن الهجوم المسلح استهدف الدبلوماسيين أتراك ومن بينهم نائب القنصل العام التركي. تنضم إلينا هاتفيا من بغداد مراسلة التلفزيون المصري منتهى حسين. أهلا بك منتهى. يعني أطلعينا على تفاصيل هذا الحادث وأحدث ما وصل إليك من أخبار بشأنه. نعم، المصادر تؤكد أن مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في مدينة في منطقة عينكاوة في أربيل، حيث قالت المصادر أنهم كانوا يتواجدون داخل مقهى في المنطقة وتعرضوا إلى هجوم مسلح. هناك الكثير من الجهات تؤكد أو ترجح أن يكون مقتل نائب القنصل العام ومرافقيه جاء ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا والموجود في أربيل البككة. نعم. طيب، يعني حدثينا أيضا إذا ما كانت هناك جهة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، ردود الأفعال لديك إزاء هذا الحادث أيضا. الحقيقة الآن هناك جاءت أمنية مشددة بعد حادث مقتل القنصل التركي والتي أدت إلى 3 أشخاص بينهم القنصل و4 جرحى في الحادث. نعم. المنطقة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وهناك محاولة لإعادة تسجيلات الكاميرات المراقبة في مكان الحادث لتعرف على الجنات، كما أغلقت مداخل ومخارج أربيل. ولفت أن هناك انتشار قوات زيرباني وقوات شرطة نشاطات المدينة وقوات الأسايش في مكان الحادث. بالنسبة لوكالة الأنباء التركية قالت أن موظفا في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم بحسب بيانها. أيضا حزب العمال الكردستاني قال أن نفى ديار زمير المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب من الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني البككة، نفى علاقتهم بالهجوم حتى هذه اللحظة، مؤكد أنه لا يمتلك معلومات عن الهجوم. حقيقة هو صباح اليوم كان هناك إعلان لحزب العمال الكردستاني البككة أن عضو العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني سرهد وارتو قد قتل جراء قصف تركي. وقال حزب العمال في بيان أن سرهد وارتو فقد حياته إلى جانب 4 مقاتلين آخرين. لذا تقريبا الكل يتوجه بالاتهام تجاه حزب العمال الكردستاني. نعم. رغم نفي حزب العمال الكردستاني أو مسؤول في الحزب لذلك، لكن الاتهامات كلها يعني تتوجه إلى حزب العمال الكردستاني. برأيك لماذا؟ يعني ما هي خلفية هذه الاتهامات؟ ربما تكون هناك حوادث مماثلة في هذا الإقليم المضطرب من العراق. هناك هو قصف تركي كان في أربيل باتجاه حزب العمال الكردستاني خلال صباح هذا اليوم. أيضا هناك تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني إضافة إلى كثير من دول العالم وتصنفهم على أنهم قوام إرهاب، وتشن أنقرة ضد عمليات عسكرية داخل وخارج الحدود.
حقيقة حزب العمال الكردستاني هو معروف أنه هو جماعة مسلحة صربية يسارية قديمة نشأت عام 72 على يد التركي عبد الله أوجلان في منطقة جنوب شرق تركيا، وهي حركة انفصالية تطالب وتسعى لإقامة دولة في كردستان وفي البلاد. نعم، أشكرك منتهى حسين مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا هاتفيا من بغداد. وينضم إلينا من بغداد أيضا السيد جمال البطيخ عضو مجلس النواب العراقية السابق. أهلا بك سيد جمال. أهلا وسهلا. يعني ربما هذه ليست الحادثة الأولى في هذا الإقليم المضطرب من العراق، كيف إذن تفسر خلفيات هذا الحادث وتوقعاتك لردود أفعال القادمة بشأنه؟ مبدئيا يعني الإقليم يعني من فترة هو يتمتع هو ومحافظاته بدرجة عالية من الأمن، حيث يعني هناك إجراءات أمنية مشددة في مداخل هذه المحافظات وفي مخارجها، وهناك أيضا كاميرات مراقبة. لكن الأدلة المتوفرة أنه في حرب معلنة بين القوات الأمنية التركية وحزب العمال الكردستاني. نعم. وهذا الموضوع يعني ما يختلف عليه اثنين أنه هذه العملية اليوم اللي تم تنفيذها من داخل سيارة، ويبدو أنها مخطط لها باستهداف نائب القنصل واثنين من مرافقيه. الحقيقة الإجراءات اللي صارت بعد الحادث، الجهات الأمنية منعت الخروج من المحافظة بشكل عام، وبدأت بمراجعة كاميرات المراقبة للتعرف على الجنازة. وقلت لك يعني الاحتمالات أنه القوات الأمنية التركية بعد أن تبعث وفد للتدقيق والتأكد من الموضوع يعني ما تتأخر لإجراءات الرد. هذا يعني من القضايا المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وهذا الموضوع الحقيقة مو أول حادث ولا آخر حادث، يعني منذ سنوات هكذا حوادث بين القوات الأمنية التركية وحزب العمال الكردستاني، على اعتبار أنه حتى في اتفاقات امنيه بين الجمهوريه التركيه والعراق يعني على دخول القوات الامنيه التركيه لمتابعه عناصر الحزب العمال الكردستاني. نعم. طيب سيد جمال، يعني بما انك تتوقع ان هناك رد من الجانب التركي، هل هذا الرد يعني يمثل انتهاك الاستيادة العراقية إذا ما لم يتم التنسيق بين تركيا والجانب العراقي أو السلطات العراقية، أم سيكون هناك انتهاك تركي للأجواء العراقية للرد على ذلك الحادث؟ حقيقة هو أكو اتفاقات وتفاهمات مسبقة في مثل هذه الحوادث، وباعتقادي يعني رد يعني سريع اختبار الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية. نعم. نعم سيد جمال. نعم. نعم. أشكرك سيد جمال البطيخ عضو مجلس النواب العراقي السابق، كنت معنا هاتفيا من بغداد. لا يمكن فصل ما حدث منذ قليل من حادث في أربيل عن السياسات الخاطئة التي ينتهجها الرئيس التركي أردوغان من دعم جماعات إرهابية والتخبط في السياسات الخارجية، حيث دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي وزعيم المعارضة كمال أغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحسين سياساته الخارجية، ومنها التخلي عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية. كما دعا أغلو إلى التصالح مع مصر مشددا على ضرورة ألا يوجد صراع لتركيا مع أي دولة، وعلى أهمية وجود سفير لتركيا في مصر. فاصل قصير وبعد نتطرق إلى متابعة هذا الموضوع بالتفصيل. kazansın deniyorsa bir İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeşim? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir.
İki, Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Ortak tarihimiz var Mısır'la. Ortak kültürümüz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a büyükelçiyi göndermeliyiz ve Mısır'la da barışmalıyız. Ortak kültüre sahibiz, ortak tarihe sahibiz. Neden büyükelçi? كانت هذه إذن تصريحات السيد كمال أغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي وزعيم المعارضة. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين السيد حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني. سيد حسين أرحب بك على شاشة النيل. مساء الخير أفضل. مساء النور. كيف قرأت هذه التصريحات من جانب السيد كمال أغلو التي تدعو لتغيير السياسة الخارجية لأردوغان؟ أنا أرى أن التصريحات دي في منتهى الواقعية وتمثل الوضع الحالي داخل الأراضي التركية، حيث دعم رجب طيب أردوغان الدائم لجماعة الإخوان المسلمين سواء داخل منطقة الشرق الأوسط أو منطقة أوروبا هو تسبب في وجود حالة من العداء الكبير جدا بين سياسات بعض الدول والإدارة التركية أو دولة تركيا، اللي بدورها أثرت على المواطن نفسه. يعني لما بيبقى في أي إجراءات مضادة أو موازية لدعم الإدارة التركية لهذه الجماعة اللي بيتم مسس الضرر بيه هو المواطن التركي نفسه. يعني لما بيبقى في إجراءات اقتصادية، وقف تعاملات تجارية إلى آخره، كل دي بتعود على المواطن التركي، مش بتعود على جماعة الإخوان المسلمين بس في تركيا أو حزب الأكابي أو رجب طيب أردوغان. وبالتالي أنا شايف أن التصريحات دي كانت في منتهى المسؤولية، لأن المفروض تكون أولوية الإدارة التركية هي المواطن التركي الغاضب اللي في الانتخابات المحلية الأخيرة مرتين ورا بعض أقر وأظهر غضبه بسبب السياسات المستمرة التي تقوم بها الإدارة التركية في دعم هذه الجماعات الإرهابية وتقويتها داخل منطقة الشرق الأوسط وأيضا الدول الأوروبية. المفروض أو المتعارف عليه أن دايما الدول المتشابهة بتحاول تعمل تكتلات، تحاول تمارس بيها ضغط أو تدافع بيها عن حقوقها أو تقوي فرصتها في التبادل التجاري الأمني إلى آخره، وزي ما بنشوف في دول في مجتمع ودول الاتحاد الأوروبي أو في دول تانية زي البرازيل والتحالف اللي بتعمله روسيا واللي حواليها إلى آخره. تركيا هي في بينها وبين الدول العربية أو بينها وبين منطقة الشرق الأوسط تاريخيا وثقافيا حاجات كتير جدا متشابهة وروابط قوية جدا، هي أهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن أهداف جماعة الإخوان المسلمين. ولكن السياسة الحالية للإدارة التركية هي حاولت تكسر كل هذه الروابط، فقط بتفكر في مصلحة الجماعة ومكسب الجماعة وكيان الجماعة وحلم السيطرة. أرى كمان أن التصريحات دي في غاية الأهمية وغاية المسؤولية، لأن حاليا في منطقة الشرق الأوسط مع تغير قوى العالم والتغيرات السياسية المحيطة محتاجين قوى موازية في المنطقة، يعني في المنطقة عندنا زي ما بنشوف الاتحاد الأوروبي بيعمل اتفاقات دفاع عسكري، جيش أوروبي موحد إلى آخره، إحنا كمان في منطقة الشرق الأوسط محتاجين حاجة زي كده. وأظن أن المعارضة التركية كانت على قدر كافي من الذكاء أنها تحاول توضح الأمور دي وتفكر الإدارة التركية اللي نسيت أولوياتها وفكرت بس في مصلحة الجماعة المتطرفة. طيب يعني سيد حسين، يعني كلمة كمال أغلو قوبلت بتصفيق حاد ربما يعكس يعني مدى استجابة الشارع التركي
المطالبة بتحسين السياسة الخارجية لتركيا التي يرى الجميع أنها تسير في عكس الاتجاه المنطقي أو المقبول، ويعني تصب في صالح حلم الخلافة الموجود عند الرئيس التركي. كيف ترى إذن موجة الغضب الموجودة داخل الشارع التركي، موجة الغضب الداخلية والتي أكدها كمال أغلو بأنها تتسبب في النهاية في خسارة تركيا للكثير بسبب هذه السياسة؟ هو مش أنا بس اللي برأي، العالم كله رأى حالة الغضب دي في نتيجة الانتخابات المحلية مرتين ورا بعض، لما خسر حزب رجب طيب أردوغان وبعدين قال الانتخابات كان في مشاكل وفي تزوير وعاد الانتخابات بظروف خاصة صعبة جدا تساعده ان هو يكسب، ولكن الخسارة كانت اكبر واكبر، وده ان كان بيدل على حالة من الغضب السياسي في الشارع الالماني اللي بدورها خسرت حزبه في اكبر المدن التركية. انا بيتهيالي انه في اللحظة دي لازم من الضروري الادارة التركية تعيد حساباتها مرة اخرى وتقول اللي احنا بنعمله ده صح، دعمنا للجماعة دي صح، ولا نفكر في المواطن التركي اللي عنده مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية داخل البلاد. ولازم الإدارة التركية تتوقف، أو رجب طيب أردوغان يتوقف عن حلم السيطرة وحلم قيادة العالم السني اللي هو بيطمح بيه هو وجماعته، لأن الظروف الحالية والفترة اللي احنا فيها غير الفترات بتاعة الدولة العثمانية والحلم العثماني بتاع زمان. النهارده احنا عايشين في الجلوباليزيرنج، المواطنين في العالم كله متصلة ببعضها، ما بقاش في مجال ان احنا نقدر نضحك عليهم اعلاميا او نسيطر على الفكر اللي موجود. الشباب الصغير بقى اذكى من كده، وحالة الغضب زي ما قلت لحضرتك موجودة جدا، ودي مش وليد اللحظة، دي نتائج تراكمية على مدار سنين طويلة منذ سيطرة حزب الأكابي في تركيا وإهماله لقضايا المواطن التركي والشارع التركي وانشغاله فقط بحلم انتشار وسيطرة الجماعة. طبعا كان من أهم النقط كمان اللي تم ذكرها في الكلمة بتاعة المعارضة التركية هي وقف أو طلب وقف دعم الإدارة التركية لليبيا بالأسلحة والجماعات المتطرفة في ليبيا بالأسلحة. نعم. طبعا وكان في كمان تصريحات من الاتحاد الاوروبي بخصوص ثلاث سفن تركيه من فتره وجيزه اتمسكوا متجهين من انقره لليبيا عليهم مخزون سلاح عالي. فهنا واضح للشعب التركي نفسه، للمعارضه التركيه، ايه الاولويات بتاعه الاداره التركيه نفسها. اولوياتها مش المواطن نفسه، اولوياتها مش التعاون مع الدول اللي في بيننا وبينها روابط تاريخيه وثقافيه، لا، اولويتها هي الدعم المسلح لمصالح الجماعه دي او لمجموعه نعم. الاخوان المسلمين واهدافها التوغليه في عده دول. نعم، أشكرك سيد حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من برلين. وإلى ملفنا الثالث في هذه الفترة المباشرة حول ليبيا والأوضاع في ليبيا، حيث دخلت مرحلة طرابلس في مراحلها الأخيرة، هذا ما أكده الجيش الوطني الليبي الذي أعلن أنه سخر كل قواته لإنهائها في أقرب وقت لدحر الميليشيات الإرهابية في العاصمة والتي باتت تفقد مواقعها وتنسحب إلى الداخل. كما أعلن الجيش الليبي أيضا أمس أن ميليشيا مصراتة بدأت الانسحاب من مواقعها في محاور القتال والعودة إلى مدينتها. نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. نجاحات ميدانية متواصلة تحققها عملية طوفان الكرامة التي ينفذها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف استعادة السيطرة الشرعية للجيش الليبي على العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها. أحدث تلك التطورات الميدانية هو إعلان الجيش الوطني الليبي أن قوات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس متجهين بها إلى مصراتة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن عددا من مسلحي مجموعات مصراتة غادرا إلى خارج المحاور في اتجاه طريق العودة إلى مصراتة بعد وصول أنباء عن هجوم كاسح مرتقب للقوات المسلحة الليبية.
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أكد أن القوات الجوية الليبية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي، مؤكدا أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهر كفاءة وقدرة عالية للقوات المسلحة الليبية. وأوضح المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت وفي كل المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة والتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية. أهلا بكم من جديد لمزيد من المتابعة والتحليل. معنا هاتفيا من القاهرة الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. أهلا بك دكتور محمد. مساء الخير، تحياتي لك أخي وتحياتي لطاقم القناة والأستاذ المشاهدين جميعا. شكرا لحضرتك. يعني مع هذا التطور الذي تم الإعلان عنه من جانب الجيش الوطني الليبي على صعيد المعارك على الأرض وتحقق تقدم من جانب الجيش الوطني الليبي، نتحدث تحديدا عن انسحاب ميليشيات مصراتة من مدينة طرابلس والعودة إلى مدينتها من جديد، فتقيم يعني هذه الخطوة على الأرض ودلالتها؟ ميليشيات مصراتة تخشى على مصراتة، تخشى على مدينتها، لأن المعركة في طرابلس أصبحت محسومة. يعني تدرك ميليشيات مصراتة أن المعركة في طرابلس محسومة لصالح الجيش، وأن تحشيد الميليشيات التابعة لمصراتة في طرابلس وهذه هذا القدر الكبير من الخسائر البشرية في صفوف ميليشيات مصراتة في معارك طرابلس أدت إلى نوع من الخلخلة داخل حتى داخل مدينة مصراتة، لأن الناس في مدينة مصراتة يساورهم الشك ويساورهم. دكتور محمد، يبدو أننا فقدنا تواصل مع دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا الكرام، انتهت إذن فترتنا لهذا اليوم من النيل مباشر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.